هنرجع بقى الرز زي ما قلت، ما تكتريش رز لان الرز بيزيد، خلي بالك بيزيد وهو دلوقتي وما بيستحملش طبعا، احنا حاطين حبه قليلين. بصي اول ما يبتدي يتسلق ويبقى كده، بصي اهو هنعمل حاجه حلوه بقى، هتروحي حاطه اللبن والسكر حسب مزاجك، اللبن على الفانيليا وادي السكر حسب مزاجك حسب ما تحبي، هنحطهم عليه بعد ما استوى كده. هنقلبهم في بعض كويس. في ناس تحب تسلقه في لبن، يعني زي ما تحبي، عاوزه تسلقيه في لبن اسلقيه، عاوزه تسلقيه في شويه ميه لحد ما يستوي وتزودي لبن زي ما تحبي. اهو لما بيخش الفرن بقى بياخد ريحه الفرن ووشه يحمر ويبقى جميل جدا وحلو قوي. هنصبه دلوقتي ونشوف، بس طبعا بعد ما نحط له النشا. دول بالظبط 3 معالق نشا، هنزودهم شويه ميه لان النشا ما ينفعش يتحط بودره كده يكلكع، لازم يدوب عشان يبقى نازل سايل. ونكلم السفير. يا سفيرنا يا مساء الجمال. الله يخليك. يا مساء الحب، يا مساء الاحترام، يا مساء الادب، يا مساء الاخلاق، يا مساء كل حاجه حلوه اللي بتمنع المشاكل وبتمنع الخناقات. ان شاء الله تسلم. والله العظيم يا حاجه غاليه، لو كل واحد يحط لسانه كده ويطلع الكلمه الحلوه قبل ما يطلع الكلمه الوحشه، مش هيبقى في خناقات ولا هيبقى في مشاكل ولا هيبقى في اي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت خدتيني كده على طول كده، انت عارف انا قلت ايه يا استاذ عصمت؟ ايوه حبيبي. قلت لهم امسكوا الكارت ده طلعوه، بدل ما تطلعوا الكلمه الوحشه على طول، اللي يقول لك كلمه وحشه يا استاذ عصمت تعمل له كده. صدقيني يا حاجه غاليه، انت وشك بصي بيريح نفسيا وبيمنع المشاكل. والله يعني يمكن الساعه ونص اللي بنقعدها دي بتريح نفسيتي، وانا متاكد ان العالم كله اللي بيتفرج عليك يا حاجه غاليه نفسيته مرتاحه من وش البسوس بتاعك ده. ان شاء الله تكسب يا استاذ عصمت. انا بقول حته المشاكل دي من الصغر يا حاجه غاليه ومن الاسره. لو كل اسره بتعلم ولادها الادب وبتعلمه الاحترام، انا بسمع اسره تقول له ايه؟ اما يضربك ياض اضربه وعوره، طب ده اسمه كلام؟ ده احنا اتربينا على كلمه التسامح، اللي يضربك قول له الله يسامحك وربنا بيخلص الحق. انت عارف يا استاذ عصمت؟ في مثل امي تقوله ان جالك القرد رأس طبله. ايوه صح. فانا قصدي اقول لك التسامح حلو، ومش ممكن اللسان الحلو والكلمة الحلوة تعمل مشاكل. لا طبعا. فأنا بقول إيه؟ يعني لو الناس كلها تحترم بعض وتخاف على بعض، مش هيبقى في مشاكل وهيبقى في خناقات. طبعا. وبعدين الكلام الزين يسد في الدين. صح، كلمة الزين تسد في الدين صح. صح. وبعدين إحنا ظروفنا الظروف الاقتصادية وظروف